اهلا وسهلا فيكم بصفحة السادة البحرية في لبنان. اليوم وصلنا صورة من احد المتابعين الجيك معلقة بالسمكة، اوكي، والقصبة شكلها هيك، اوكي، السمكة علقانة بالجيك، هذا السمكة مصور معها والقصبة هيك، لاحظوا كيف هيك. هيدا اكبر غلط ممكن يصير نحن بالبحر، اكبر غلط، خصوصي بس تطلع السمكه، بتطلع بتطلع السمكه معك محمص مبسوط بدك تتصور معها، تتصور معها بهيدي الطريقه، انت مهدى السمكه والقصبه هيك، هيدي القصبه عليها تنشن، يعني عليها تنشن مش طبيعي، رصور وجيك صناره ومعلقه بشي رصور، يعني كثير ممكن كثير ممكن تفلت الجيك. لاحظوا شو بده يصير، تفلت الجيك من السمكه، رح تفلت، بتصير يعني ممكن الجيك تفلت من السمكه، لا تفلت وبتنفض. هلا ممكن تفوت بعينك، تفوت بتشك فيك، تنفض بشكل كثير سريع. اول ما تشيل السمكه من المي، قبل ما تشيلها من الجيك، هذا البيل اسمه بالانجليزي بيل، ما بعرف بالعربي شو بنسميه، هذا الشيء بدك تفتحه، اوكي، هذا الشيء بدك تفتحه، بتخلي خيطك رخو، خيطك بصير رخو، بس خيطك يصير رخو هيك ما عندك مشكلة، يعني ما في تنشن على الخيط، قصبك جالسة هيك ما في تنشن، وبتخلي سمكتك على باب البنسة او بتتصور معها مول اللي بدك اياه. بس اول شغلة، اول ما بتطلع السمكة تصير على البوت تفتح البيل، يعني عليها تنشن تفتح البيل، ورجع فيك ترجع تسكره، بس المهم تخلي خيطك رخو، بس افضل تخليه، لانه يمكن السمكه تنط، يمكن تفز، يمكن ما بعرف شو يصير فيها. الجيج معلق بالسمكه والخيط عليه تنشن للصور، كثير خطر، انتبهوا لهيدي يا شباب. لكن اول ما بتطلع السمكه من الماء، هذا البيل ما بنسميه رينج، ما بعرف شو بنسميه بالعربي صراحه، اذا حدا بيعرف يعلق تحت شو اسمه هذا الشيء بالعربي، اوكي، هذا الشيء لازم تفتحوه اول ما بتطلع السمكه، خصوصا اذا سمكه كبيره، ابو سن، بلاميدا، شو ما كانت، ابو ريشه مثل الصوره اللي صورتنا اليوم، لان السمكه بدها تفز وتنط، كثير ممكن تفلت الصناره من تمها وتفز الجيك وتفوت فيك دغري، هذا شيء كثير خطر. يعطيكم الف عافيه وخليكم متابعين فيشنج من لبنان.